السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم كيف أنا أميز أو أضع الليبل فيتشرز اللي هي ميزات التسمية. هسه لو نجي على هاي هنا كيس استدي الخاصة بينا، إذا أنا مثلا أريد أظهر أي منطقة مناخية معينة، أي منطقة مناخية معينة، فكيف نسوي الليبل فيتشرز؟ أول شيء راح نجي هنا نضيف، أنا مثلا أريد أضيف ملف بيانات مثلا خاص بال المترولوجيكال داتا، هاي مثلا اللي هي مثلا الستيشنات مال هنا الكيس ستدي اللي هي الخاصه بالبيانات المناخيه ومواقعها. نتعلم شلون نسوي وشلون نحوله الى صيغه تكست حتى يتقبله الجي اي اس. اروح لهنا ويتواجد يصير بالاسفل، اقول له ديسبلاي اكس واي داتا. بعد ذلك راح اهم شيء اتاكد من هاي، انا ما تهمني كل هاي الامور، تهمني فقط الجيوغرافيك. فتروح على ايديت، نصعد لي فوق الى الاعلى، تقول له جيوغرافيك كوردينيت سيستم، هذا الخيار تختاره. بعدين حسب طبعا اكيد انت الاسقاط الجغرافي او الخاص بمنطقه دراستك، تختار هسان الخاص به هو الوورد دبليو جي اس 84 هذا. بعد ما اختارينا نقول له اوكي، اهم شيء يثبت هنا وحده، هذا هو المطلوب. بعد ذلك راح نقول له اوكي، يريد هم انه تظهرها على الشاشه. نعم اوكي، هسه راح يظهر، ظهر هاي المحطات المناخيه. راح مجرد هنا اضغط اسوي تغيير بسيط، وهو انه ازيد السايز الخاص بهن. اوكي هسه هنا أنا اقول له اوكي. هاي المحطات المناخيه اذا انا ردت اظهر الاسم مالتها، هسه ادخل عليها انا هاي المحطات، اقول له open attribute table الخاص بها. بعد ما فتحت الاتريبيوت تيبل الخاص بها، نلاحظ احنا لكل محطة عندنا اللانجتيود لاتيتيود، هاي يعني الخاصة بهن، وعندنا الستيشن نيم. انا يهمني النيم، اسماء المحطات هذه اريد انزلها هنا. فهسه شنو اريد اني اسوي؟ اروح على هذا الخيار اللي هو خاص بهذا هنا، اختار بروبرتيز اللي هي الخصائص الخاصة بهذه الخاصية اللاير، اروح على ليبل. بعد ما اختاريت labels، هسه مجرد تلفظ وقت labels، راح انا عن طريق labels راح اسوي ميزات التسميه الخاصه. اول شيء اروح شنو تشتري تظهر label field، شو تريد تظهره؟ عندك هواي خيارات، station code، station name، latitude، longitude. انا اريد اظهر station name، اسماء المحطات. هنا بالمناسبة هاي انه تتحكم بخصائص التنضيد تشبه الوورد، انه مثل ما نقول نوع الخط غيره، هاي الامور البسيطة، فتقدر انت منها تحددهن. بس هنا احنا راح نختار ثانية، ثاني من يوروما. بعد ما اختارنا اعطيناه السايز هنا 8، اذا اريد اقلل الطي مثلا 7 او هاي، بعدين انا اقدر اتحكم بيه اريد بولد او لا. شكل الخط من هنا اقدر انه اسوي ليبل ستايل شنو هو، اي نوع مثلا من عندهم. تمام، تقدر انت تختار هنا المتواجد، يعني لا على التعيين، هاي الامور التنضيدية تكون خاصة بيك انت وحسب شكل الاظهار او نوع الاظهار اللي انت تحتاجه. تمام، بما او لا، تحت بولد او لا، anything من هاي الامور. بعد ما تنطي كل هاي الامور الخاصة بي تقول له apply، راح تقول اوكي. لحد الان ما ظهرن الاسماء. بعد ما سويت هذا الشيء كملت الليبل فيتشرز، تروح عليه تضغط هاي الكلمة label features، لاحظ هسه ظهرت لك الاسماء بهذه السهولة تماما، الامر كلش بسيط وسهل. بس احنا نحتاج مثلا نقول نزيد السايز حتى تظهر اسماء المحطات بشكل اوسع، فشنو نسوي؟ نروح عليها ونضغط على نفس الحالة البروبرتيز، بعد ذلك نغير نزيد السايز او يعني حسب الاعدادات او الخيارات الكاركترستيك اللي انت تريد تزيده. مثلا انا مثلا اعطيت هنا 9، اقول له ابلاي واشوف،
انا انه اوكي انا مجرد انه اقدر انه اسحبها الى مكان ما واشوف هل انه اوكي، اذا اوكي لهنا ماكو مشكلة، مثلا تغيير بسيط ثاني تحتاجه انت تقدر تغيره، بحيث ان هنا تقول اوكي تختار هذا الخيار خلاص اوكي هو اخذ هذه التسميات. بهذه الطريقة تقدر انت تظهر الليبل فيتشرز او الميزات التسمية الخاصة لمحطات معينة انت موضحها، او مو شرط محطات، كان تكون هاي مثلا محطات قياس تصريف او محطات مناخية او فد دلالة معينة ضمن المنطقة، يعني بالشكل البسيط تقدر انه تسوي الليبل فيتشرز. انا بالمناسبة تطرقت لهاي المحاضرة لان لاحظت قليل جدا او عدم تواجد بالاحرى انه فيديوهات باللغة العربية تتكلم عن هذه الخاصية وشلون انت تظهر اي ميزات معينة تريد تحتاجها على منطقة دراستك ضمن برنامج الارك ماب جي اي اس. ان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم مفيدة وياكم، نلتقيكم بمحاضرات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.